أخيرا وصلنا إلى هذا المكان، يعني المكان يحكي رسائل ورسائل ورسائل. هذا المكان شحال بوك، شوفوا هذوك يلعبوا لهذيك الريشة. شوف صباح الخير عليكم، أصبحنا وأصبح الملك لله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. راح نروحوا لهوشي مين، وهذه التسمية على القائد تاعهم، وراح نكتشفوا تما تاريخ فيتنام اللي لازم كل واحد يعرف هذا التاريخ، لأن فيه رسائل ورسائل ورسائل. راح ندو الطائرة إلى هوشي مين، وهكذا نكونوا قد كملنا الفيتنام من الشمال إلى الجنوب. باي. Can I try some? Yes. Yes? Yeah, thank you. Habubi. It's for free? Yes, ma. Thank you, thank you. والمرأة هنا في الفيتنام هي المرأة المكافحة المثابرة، فتلقى في جميع يعني المتاجر، جميع الأشياء هنا تاع التجارة، كل شيء تلقى المرأة هي الأولى، وهي اللي هي العاملة النسوية هنا في الفيتنامية بكثرة. ها هو مثال حي. How much you work? You sleep 7 yeah. hours. Okay. Oh, mashallah. Thank you. Be happy. لماذا نسافر؟ نسافر لنترك مسلماتنا ومعتقداتنا خلفنا في الزمن، ونرى العالم من منظور جديد. شرينا عليها هذه البانا. هاي هديت لنا هذاك. Thank you so much. Thank you. Bye. Thank you. ولا هذا دروك رانا نبحثوا عن مطعم باش نتغدوا، وبصح باين نتغدوا حاجة تراديشونال، يعني حاجة تقليدية تاع الفيتناميين ياكلوها بزاف ومشهورة. هاك بالروش. أو يكذب السحر هذا. إذا راح ناكلوا في هذا المطعم أكلة اسمها بام مي، وهي خبز هكا كي ساندويش، لكن أكلة مشهورة هنا في هويان، أكلة رخيصة. أنا سميتها سلكة الحاصلة تاع الفيتنام تاع هويان، يعني تدير 20,000 دانك في عوض أنك تشري ساندويش ب 70,000 دانك، ولا تشري ب 20,000 فقط وتشبعك، يعني تاكل زوج ثلاثة تشبعك. لاحظتها بزاف هنا في الفيتنام انه شعب منتج، يعني تلقى بي تاعه حله مطعم، بي تاعه حله هوستل، بي تاعه حله ورشه خياطه، يعني كل بيت تلقى فيه مهنه وحرفه، والناس تخدم من البيت تاعها. يعني مدينة هوشي مينه هي أكبر مدينة في فيتنام، وكانت فيما سبق تسمى بسايغون، وهي مزيج بين الجديد العصري والقديم الحضاري، حيث ترى ناطحات السحاب في جهة، وترى الأحياء القديمة والأسواق في جهة أخرى. واخيرا وصلنا الى هذا المكان، يعني المكان يحكي رسائل ورسائل ورسائل. هذا المكان يعني الفيتناميين اعطاو الشعب الفيتنامي والمحاربين الفيتناميين اعطاو درس، ماشي للامريكان وللاحتلال كاع اللي احتلوهم واللي فات عليهم شحال من احتلال، الياباني الصيني الفرنسي الامريكي، انما اعطاو درس للعالميه كاع كيفاش تحارب وتدافع على بلادك. راح نكتشفوا بزاف اشياء في هذه المنطقه، واللي اسمها مرحبا بكم، اسمها مرحبا بكم شي جاي جوي، واللي اسمها انفاق كوشي.
معكم في انفاق كوتشي. بهذه الطريقه الفيتناميين دوخوا بمعنى دوخوا الامريكان من اذكى الطرق في الحرب. فالامريكان كانوا بمجرد انه يمشي وراء الفيتناميين في ولهة في لحظه الفيتناميين يختفوا. كانوا يختفوا بهذه الطريقه، يعني انفاق جد 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 ضيقه. مكيدة اخرى وطريقه اخرى وهي مصياده البامبو. فاستغلوا الفيتناميين جهل الامريكان بالمنطقه. فشواش داروا؟ تابعوا معايا. الامريكان كي كانوا يتمشوا يوقعوا في المصياده. تلقت هذه الارض الاف من النابالم، الاطنان من القنابل، لكن ظلت صامده في وجه اي احتلال كان يجيها، واعطت رساله للعالم بانه رساله في الوطنيه، رساله في الدفاع عن الوطن. يعني كما تشوفوا، يعني البيوت تاعهم كاع كانت، شوفوا يعني تحت الارض، شوفوا العلو تاعها، العلو تاعها يعني مع الارض نيشان. علاش؟ لان يعني الامريكان كي كان تشوف، كي كان يجيب الهليكوبتر، يعني اي حاجه تشوفها كبيره طالعه تبومبارديها. فلهذا كانوا يديروا يعني المباني تاعهم تحت، يعني تحت الارض، باش الامريكان ما طلعتش انه هذا بيت، فما يشوفوش هذو البيوت. راح نوريكم هذا البيت، في بعض الاشياء هنا، هادو خليهم تماثيل. هذه المرأة، وشوفوا العلو تاع البيت يعني يجي مع الأرض نيشان. تورست وين؟ That's way number one. I want you try. يعني وهذه الأنفاق كانت تربط يعني بين أكثر من 6 قرى. داخل الأنفاق كاين المدارس، كاين المستشفيات، كاين يعني جميع الاحتياجات اللي كان يحتاجها الفيتنامي باش يقاوم. كان أندر جراوند، يعني تحت الأرض. يعني شيئا فشيئا يبدا يتياق الطالون، هذاك النفق هذا مصمم فقط للسياح، فما بالك الفيتناميين كان اضيق من هذا. واو، you want to go more? Yeah. Only me. Oh, حرية. والله القدر نعمة الحرية الداخل. لكن الحاجة السلبية أنه في هذه الأنفاق فعلا كانت هي المساعد الأكبر باش ربحوا الحرب، لكنها جابت العديد من الأمراض، لأنه كانوا يسكنوا تحت الأنفاق ومنها الملاريا. رانا في مصنع تاع الهانديكاب، يعني المعاقين جراء الحرب اللي كانت في الفيتنام، وهادو أولادهم، يعني أولادهم، فهادو ضحايا الحرب، فداروا لهم هنا يصنعوا واحد الأشياء، يعني والله ما شاء الله. هذه ماشي كانت تستعمل للمش، وانما كانت تستعمل باش يضلوا الاحتلال الامريكي، ما كانوش يلبسوها، وانما شوفوا باش ما يتعقبوش خطوات تاعهم، فكانوا يديروها هكا، يديروها هنا ويتمشوها باش الامريكان ما يعرفوش الخطوات تاعهم. كاين زوج انواع، كاين هذه كاين هذه. أخيرا كملنا اكتشاف أحد شرفات غوفي، فنادق كوتشي. وأظن أنها التجربة الأخيرة هنا في فيتنام. والله ضربنا فيتنام من الشمال إلى الجنوب. وبعد اكتشافنا لهذه الأنفاق وفي طريق عودتنا، انتابني سؤال وفضول،
فالفيتنام تعتبر أرض المطامع وشراسة المقاومة بدون منازع، مثلها مثل الجزائر، فكانت محل أطماع العديد من المستعمرين. كيف لفيتنام ورغم كل ما مر عليها من حروب أهلية بين الشمال والجنوب واستعمار فرنسي وياباني وصيني وأمريكي، أن تنهض من جديد وتصبح من أهم اقتصادات آسيا؟ سؤال لابد أن نطرحه نحن على أنفسنا، ولماذا بقينا من دول العالم الثالث ولم نتطور ولم نتقدم ولم نزدهر؟ سؤال يجب أن نتمعن فيه ونأخذ العبرة من زملائنا الفيتناميين. حمبوك شوف، حمبوك شوفوا هذوك يلعبوا لهذيك الريشة، شوف فلوق اليوم كمل. ما تنساش الاشتراك الطقوس تاع اليوتيوب وتشوف الفيديوهات السابقه والحلقات السابقه. رانا في الهوتل، غدا مغامره اخرى، راح نحط صوالحنا ونريحوا، غدا ان شاء الله نعاود نولوا. فسلام، شكرا على المشاهده. في الاخير شكرا على وقتك اللي عطيته لي في مشاهده هذا الفيديو. ما تنساش تدعمني على وسائل التواصل الاجتماعي، صفحه الفيسبوك والانستغرام. سلام.